اهلا وسهلا بكم في يوم التميز الاول والاول يعني ان شاء الله يتكرر كل سنه، بس يمكن اول سنه خدنا العدد الضخامه بحيث ان شاء الله سنويا يكون في يوم تميز علينا. رسائل سريعه، الرساله الاولى للزملاء الفاضل المحتفى بهم، رساله مختصره: ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. المجهود اللي عملتوه في الحصول على رساله الدكتوراه او الماجستير ان شاء الله ربنا هيكون موفر لكم فرص ومزايا تلقونها قريبا باذن الله تعالى. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. الرساله للزملاء الافاضل اللي ما وصلوش لدرجه الماجستير او الدكتوراه او ما بدوش في الدراسات العليا. يعني انا من الحاصلين على الماجستير، ونصيحه شخصيه: لا ابدا، ما تتاخرش. احنا في الجامعه بلا شك حصولنا على الدرجه العليا اسهل من اللي بره الجامعه، يعني احنا جوه الجامعه في قرب في المسافه، احنا بنشوف بنفسنا، ناس بتيجي من مسافات بعيده، التخفيض 50%. ما يبقاش انا موظف في الجامعه وما استغلش الموقع ده ان اخد دراسات عليا، يعني عيب على اي موظف داخل الجامعه على الاقل يكون واخد دبلومه، لان انا في الجامعه. فرساله ليهم: ما تاخرش، ابدا، وبلا شك الحصول على دراسات عليا للمزايا المعنويه على الاقل. انك تكون مميز علميا، فاي حد في الجامعه ما بداش الخطوه دي لازم تبدا. الرساله الثانيه لجمع السؤال: بعهد الله واشهد الله اني كما تسلمناك من الجيل السابق ينسلمك للجيل اللي بعدينا افضل وافضل وافضل. بعهد امام ربنا ان زي ما استلمنا الجامعه كجيل لازم نسلم للجيل اللي بعدينا افضل وافضل وافضل. ان شاء الله ربنا يوفقنا ونوفي بهذا الوعد كنقابه وكجموع العاملين. الرساله الرابعه لاداره الجامعه: الكثير من النقابات كان دايما يبعت لي واشهد الله على هذا ان يقولوا يا عم خف شويه، انت كل شويه انشطه انشطه انشطه. الكلام ده بيتعرض على الفيس، والموظفين عندنا في الجامعات الثانيه بيعملوا لنا مشاكل: اشمعنى سؤال؟ اشمعنى سؤال؟ وخصوصا يعني مش هقول لك اسم الجامعه، لذلك كده جامعه عريقه بدون ذكر اسماء. بلا شك ان المولى عز وجل ذم في القران الكريم الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. ذم المولى عز وجل الذين يحبون ان يحمدوا باشياء لم يفعلوها. اعوذ بالله ان اكون منهم. بلا شك وباختصار الاخوه في الجامعات الاخرى الذين لم يتمكنوا من حصر الانشطه من كثرها اللي احنا عملنا حوالي 20 نشاط، قدموا لاداره جامعاتهم ما هو اكثر مما انا قدمته. لكن ولله الحمد انا جيت اداره توافقني وتشجعني وتسخر لي الامكانيات. فبلا شك اعوذ بالله ان اكون انا من الذين يحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا. اللي مقدم الفكره بياخد ثانيه دقيقتين: يا ريس في موضوع كذا كذا كذا، يا سياده النائب في موضوع كذا، يا سياده الامين العام، يا سياده الامين المساعد. انا بمجرد ما بقول الفكره بلاقي الموجه والتنفيذ. بلا شك احنا عملنا حوالي 20 نشاط في الفتره القصيره دي: رحله عمره، رحله للاقصر، ندوه لابناء العاملين، ورشه عمل كانت مميزه جدا لمزايا وعيوب قانون 81 في دلوقتي الحفله. يمكن ذاكرتي ما تحصرش ال 20، لكن 20 نشاط رسمي مسجلين اتعملوا جامعه سوهاج في الفتره القصيره دي. بلا شك من لم يحمد الناس لم يحمد الله، كانت اداره الجامعه هي السبب فيها. انا ميزانيتي صفر، انا ما عنديش اي امكانيات، انا بطرح الفكره بلاقي اداره مش عاوز اقول لك يعني بتدفع بتجري قدامي وانا بحاول احصلها. سياده الرئيس، هؤلاء الذين وصلوا لهذه المرحله العلميه بلا شك ليهم طموح في نيل ما هو بعد ذلك. يعني معالي الوزير واسمح لي، ان امكن وكان هذا متاح من مسابقات كاستكمال لكادر اعضاء التدريس، وليس هذا معناه ان نفصل المسد على حد معين، ولكن كابناء الجامعه ان امكن، وكان في كليات تحتاج لاعضاء التدريس ابناء الاولى، ان امكن معالي ومش هيتعينوا اعضاء التدريس ونقدر ندخلهم سكاشن او بياخد شهاده خبره بيلاقي فرصه في الخليج، ان امكن على الاقل خالص يعمل مستقبل لنفسه خارج نطاق الوظيفه. ان امكن وكان في فرص لسفرهم للخارج كبعض من المنح، وانا طلبت ده من وزير التعليم العالي الاسبق
تلفزيون رجال نسوان، وهو اكد ليا ان ده مطروح على البحث ان يكون فيه نسبه من البعثات الخارجيه للساده العاملين. طموحنا لم يتوقف عند هذه المرحله، بس انا حبيت اختصرهم. دي يا سياده الوزير طموحنا، واحنا عشمانيين تتحط على اجنده العمل الجامعي. وعددنا مش بالضخامه، هو حوالي يا سياده الوزير 31 واحد واخدين دكتوراه، و 151 واحد واخدين ماجستير. ولا رفع على معاليك يعني ان عشمانيين ان شاء الله لكلنا خاطر عند حضرتك في موضوع تعليم.